الروسية وفي مقدمتها أن موضوعنا هو تشبيه المؤمن بالنخلة من حديثه عليه الصلاة والسلام المؤمن كالنخلة، وكذلك المؤمن كله أو نفعه كله خير وبركته عامة في جميع الأحوال، وعمله صاعد إلى ربه بالقبول وبالرضوان، ونفعه مستمر ومتعد له ولغيره حتى بعد موته. مرة أخرى نحيي ضيفنا العزيز الشيخ الدكتور سلمان المدنهم.